قال إيفان ليشينان نائب وزير العدل الأوكراني ورئيس الوفد الأوكراني إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قال إن الحكومة الروسية تنتهج سياسة القمع والاضطهاد بحق المعارضين وتؤسس لثقافة الإذلال والعنف في شبه جزيرة القرم المحتلة. عقدت المحكمة جلسة بحثت فيها الدعوى التي قدمتها أوكرانيا ضد روسيا، حيث تتهم كييف موسكو بممارسة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شبه الجزيرة المحتلة منذ 27 فبراير 2014، بينما تنفي روسيا هذه الاتهامات.